يقول هذا السائل أبو سامي: هل يجوز التخلص من المال الربوي بإعطائه لشخص فقير يريد الزواج بدون نية الصدقة؟ نعم، تخلص تعطيه لفقير محتاج سواء يريد الزواج أو غيره أو النفقة على نية التخلص من هذا المال، أو تضعه في مشروع عام غير المساجد تتخلص منه لا على أنه صدقة. أو مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، يضع في المشاريع العامة أو يعطى لفقير. نعم.